المشاهدين، يسعدنا وجودكم معنا هنا. نحن اليوم في هيدكن سبارك، ملعب صغير ومريح، لا شك أن المشجعين يحبونه جدا. هيدكن سبارك تعني الحديقة المريحة باللغة الهولندية، يا له من اسم مناسب. انطلقت الصافرة وبدأت المباراة. يتمتع الفريقان بتشكيلة ممتازة من اللاعبين، لنرى كيف سيبلون على أرضية الميدان. بيساكا، فالفيردي، هل سيتقدمون؟ لن يحرز الاستحواذ وحده الأهداف. كيفن دي بروين، تمريرة إلى منتصف الملعب، إنهم يستهدفون الجانب الأيسر، ويمررها مرة ثانية. هنا أم هناك أم أي مكان آخر؟ يجربون حظهم باللعب من عمق الملعب. أمامه خيارات تمرير كثيرة. لا بطاقة، لكن الحكم حذره، عليه أن يكون حذراً. يستحوذ لاعب خط الوسط الأيسر على الكرة الآن. عوضاً عن خلق خطورة، فقدوا الكرة. هناك خيار للتمرير. انظروا إلى هذا، إنه حصار. فريق لا يستطيع الخروج من منطقته، ولا يستطيع الآخر الدخول. أبدع الحارس وأبعد الكرة عن مرمى، وحصل الفريق الآخر على ركلة ركنية. يرسل الكرة إلى زميله. مش حصة تدريبية للحارس، الكرة كانت بعيدة وضعيفة للغاية. الحكم يوقف اللعب. رفعت الراية لسبب واضح، التسلل واضح من هذه الزاوية. الكرة بتتنقل ناحية اليمين. بياخد الكرة في وسط الملعب. 1-2 سريعة. محمد صلاح، هل سيمرر أم سيتقدم؟ إنهم قريبون من منطقة جزاء المنافس، عليهم استغلال الفرصة. المزيد من الخيارات لتمرير الكرة. محمد صلاح، يحاول التسجيل، يسجل أصحاب الأرض. يمكن في الإعادة نفهم إيه اللي حصل. هذه كارثة، دخلت الكرة شباك فريقه لسوء حظه. هدف رائع، وعدنا للمباراة. هجمة للنسيان. أمامه خيارات التمرير. كريستيانو رونالدو. محمد صلاح. تحتدم الهجمة عند المنتصف. هدف، واتسع الفارق بهدفين الآن. قد إيه ده هدف جميل منه. يا له من هدف بمجهود ذاتي. سجلوا هدفا آخر وتقدموا بفارق مريح. أرى أنها هجمة رائعة. والكرة ما دخلتش، إنقاذ رائع من الحارس. جيراردو لوفيو، خطيرة، والكرة داخل منطقة الجزاء. كيليان مبابي، بيحاولوا ينفذوا هجمة مرتدة. كريستيانو رونالدو،
نهاية هذا الهجوم. من المنتصف، إنه خيار آخر. هناك مراوغة رائعة. شوف اللي حصل، فعل كل شيء بشكل صحيح هنا، تصرف ممتاز. تبقى هدف واحد ولدي كل الثقة أنهم سيتعادلون. لا تزال هناك دقيقتان من الوقت بدل الضائع. ويسدد بقوة كريستيانو رونالدو، يحتفظ بالكرة في وسط الملعب وتعود الكرة إليهم. نحن محظوظون بهذه الإعادات، كان متسللا بلا شك. انتهى الشوط الأول ويتوجه الفريقان إلى غرف الملابس. استراحة قصيرة مع تبديل الأماكن سنعود خلال دقائق قليلة، لا تذهبوا في أي مكان. تنتهي الاستراحة ويعود الفريقان للعب. حاول يراوغ اللاعب لكنه ارتبك. انهى الكرة في الشباك بطريقة مذهلة. هدف متميز، والان يتقدمون بفارق هدفين. تقدر تقول انه سجل الهدف لوحده. عندما يكون لديك موهبة كهذه لما تخفيها؟ المباراة بعدما أصبح الفارق هدفين. تمت محاولة في المنتصف وتقترب الكرة من المرمى، وانتهت الهجمة قبل أن تبدأ. عليهم شن هجمة معاكسة. كريستيانو رونالدو يتقدم وحده، بيجيد اللعب كارتكاز لكنه بيفضل الجانب الأيسر. قطعوا الكرة بشكل جيد. تمريرة جميلة. متى سيمرر؟ كريستيانو رونالدو، والكرة في منطقة الجزاء. هجمة خطيرة. لديه الآن فرصة عظيمة ليسجل هدفه الأول، لا يحتاج سوى تسديدة قوية صعبة على الحارس. هدف آخر سجل، تبدو المباراة كحصة تدريبية. ونشوف إعادة للركلة الركنية. يمطرون شبكهم بالأهداف، أصبح الفارق 3 أهداف الآن. كان عليه أن ينفذها بشكل أفضل. بيوصل الأول للكرة بكل ثقة. إنه خطأ بالطبع، لكن الحكم يقول إنه لا يستحق بطاقة. هذا قراره. هل سيختار القوة أم الدقة؟ أي شيء سيفي بالغرض إن كان بارعاً في ضربات الجزاء. هدف لصالح الفريق الضيف. ونشوف المرة دي على الأرض. تسديدة ماكرة صعبة على الحارس. تستمر المباراة بنتيجة 4-2 لصالح الفريق المضيف الآن. وها قد أتى أحد للمساندة. يمكنه التقدم على الجناح. بداية هجمة متميزة. كيفن دي بروين. جيرارد روفيو. وحارس المرمى يجي في الوقت المناسب. أنقذ مرمى بفن. تحول سريع للهجوم. يحاول التسجيل.
يبرع اللاعبون في التمريرات، ولذلك الهجوم رائع. يا لها من تسديدة تدرس، لكن يبدو أن الحارس درسها بالفعل. ليونيل ميسي، تصل الكرة إلى المهاجم، فرصة للاقتراب من المرمى، ودلوقتي بيتحركوا في وسط الملعب. هدف، هدف، هجمة رائعة، واقتربوا شيئا فشيئا من التعادل. هدف واحد يفصل بين الفريقين بعد هذا الهدف. يا إلهي، كان هذا تصرفا غريبا منه. ضاعت الهجمة في لحظة، فرصة ضائعة محبطة له، لكن الحارس محظوظ اليوم. ما قدرش يوديها لزميله في الفريق. تمريرات فائقة الذكاء. أجل، تختدم الهجمة عند الوسط ويسدد. أحب أسلوب الفريق الضيف. تشكيلة إلى لاعبين نشطين. المباراة محتدمة، تعادل الفريقان مجددا 4-4. الكرة معاه في عمق الملعب على غير العادة، ووقف مذهولا من دون الكرة. يسدد لهز الشباك. كريستيانو رونالدو، ودلوقتي فرصة ليهم. تقدم مذهل وإمكانية تحقيق فرص مهمة. يساند رفاقه بكل براعة، والكرة ما دخلتش. إنقاذ رائع من الحارس. يشير الحكم بإضافة 4 دقائق للمباراة. محمد صلاح، يا لها من تسديدة تدرس، لكن يبدو أن الحارس درسها بالفعل. تقترب الكرة من منطقة الجزاء. الجناح الأيمن بيتحرك، وتلك صافرة النهاية، وبالتالي نهاية المباراة، ولم نحصل على فائدة.